أعبر عن شكري وامتناني لكافة الفاعلين المتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين القائمين على تنزيل هذا الورش الملكي المهيكل. يحق لنا الجميع اليوم أن نفتخر بالتقدم التي يشهده إنجاز مكونات مشروع التنمية الحضرية لأكادير، والذي غير وبشكل واضح معالم المدينة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للساكنة، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لوجهة أكادير. حضرة السيدة السادة، إن لقاءنا اليوم يشكل فرصة أخرى للوقوف على مستوى تقدم إنجاز مختلف مشاريع برنامج التهيئة الحضرية لأكادير، وإن ننوه بالمجهودات المبذولة قبيل حلول موسم الصيف من أجل فتح المحاور الطرقية الكبرى والمنتزهات الحضرية لضمان انسيابية السير والجولان وتوفير فضاءات خضراء ذات جودة عالية للساكنة وزوار المدينة. فإننا نطالب أصحاب الأشغال المنتدبين بضرورة تسريع بعض المشاريع المهيكلة قبل ما تم سنة 2023 على أقصى تقدير، ونخص بالذكر في هذا الصدد التعجيل بإنهاء أشغال تهيئة مداخل المدينة وخصوصا مدخل المدينة عبر طريق الصيام مراكش أكادير، التعجيل بإنهاء أشغال تهيئة الطريق المداري انطلاقا من مطار المسيرة وصولا إلى مدار شارع الجيش الملكي، التعجيل بإنهاء إشغال تهيئة الطريق السريع من مدارة شارع الجيش الملكي إلى بوابة ميناء أكادير، إنهاء الأشغال الكبرى بصفة نهائية على مستوى الشوارع التي تدخل في مسار الحافلات العالية الجودة بيرش أنس. وفي نفس السياق، فإننا نناشد أصحاب الأشغال المنتدبين بالتسريع بإنجاز أشغال تهيئة سوق تيكيوين مع ضرورة نهج مقاربة تشاركية في المراحل الأولى لهذا المشروع عبر إشراك المستفيدين، وذلك من أجل رفع من فعالية ونجاعة الخدمات التي سوف يقدمها هذا المرفق في المستقبل. حضرة السيدة السادة، إننا نعمل جاهدين في المجلس الجماعي لأكادير في سبيل تعزيز التهيئة الحضرية للأحياء الناقصة تجهيز، وفي هذا الصدد فإننا نحث أصحاب الأشغال المنتدبين على ضرورة مباشرة الأشغال لما لها من طابع استعجالي وأهمية بالغة في الارتقاء بجودة الحياة لفائدة الساكنة في هذه الأحياء. ونود التذكير أن مجلسنا الموقر قد سبق وأن رصد 130 مليون ديال الدرهم إضافية لتهيئة أحياء سفوح الجول وأنزة العليا كمرحلة أولية. وإني أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم من أجل مناشدة كل الشركاء الماليين والمؤسساتيين في برنامج التهيئة الحضرية لتجديد العزم والانخراط الجدي في هذا البرنامج التكميلي من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية لتغطية الخصائص الملحوظ التي تعرفه هذه الأحياء. هذا البرنامج سوف يمكننا من تزويد الأحياء بكل المرافق الأساسية لغد من الكرامة ديال الساكنة وتحقق العدالة الاجتماعية بين أحياء المدينة. ولن يفوتني أن أطالب الشريك المنتدب لتهيئة حي بوحسين وديو صفرين بأهمية إعادة النظر في الأشغال التي تمت برمجتها ورفع من جودتها. ومن جهة أخرى، أود أن أثير انتباهي لضرورة التعجيل بإنجاز مشروع تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير والشروع في إنجاز كل من المسبح الأولمبي والقاعة المتعددة الاستعمالات من أجل الرقي بجودة البنية التحتية الرياضية وتعويض العرض الرياضي للمدينة في أفق التحضير لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى وتطور السياحة الرياضية. أيها الحضور الكريم، أجدد اليوم سعينا الثابت في المجلس الجماعي لأكادير لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير في أحسن الظروف. وفي هذا الصدد فإننا نشتغل على الوفاء بالتزاماتنا المالية
في آجالها المحددة، حيث وفرنا ما مجموعه 250 مليون ديال الدرهم كجزء أول من التزاماتنا لسنة 2023. كما نذكر شركائنا الماليين والمؤسساتيين بضرورة رصد الاعتمادات المالية اللازمة في آجالها المحددة. حضرات السيدة والسادات، سيدات والسادة، إن المرحلة التي بلغها إنجاز هذا الوصل الملكي الكبير تتطلب منا جميعا التحلي بمزيد من روح المسؤولية من خلال إعطاء عناية بالغة لجودة الأشغال في احترام تام للدفاتر والتحملات والميزانية المصودة لكل مشروع، وهذا لضمان تسليم مشاريع مندمجة ومتكاملة على نحو يرقى إلى المستوى المطلوب. لقد كنت سعيدا وأنا أقوم بزيارة مجموعة من المشاريع التي تم افتتاحها في وجه الساكنة برفقة السيد الوالي، بالوقوف على نمط تدبير هذه المرافق والذي مكننا من المحافظة على جودتها ورونقتها. أيها الحضور الكريم، إن كسب رهان إنجاز مشاريع ترتقي بأكادير إلى المرتبة التي أرادها لها جلالة الملك نصره الله وسط المملكة في مصافي الحواضر الكبرى، لا بد أن يحثنا على إخراج حلول مبتكرة من أجل كسب الرهان المتعلقة بحسن تدبير وتسيير المشاريع اللي كتندرج في إطار هذا البرنامج، وهذا للحفاظ على جودة المرافق والخدمات اللي توفرها وضمان استدامتها للأجيال القادمة. فشكرا موجها للسيد الوالي على وقوفه على تنزيل هذا البرنامج، شكرا للسادة المسؤولين على الديبارتمون كلهم على حسن التدبير ديال هذه المشاريع، شكرا للسيد رئيس الجهة على العناية اللي جاب فيها مدينة أكادير فيما يخص البرنامج الجهوي للتنمية، ويعني تهنئتنا على هذا البرنامج المتكامل والكبير واللي غادي يقوم بواحد العمل كبير في داخل المنطقة، وشكرا لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.